هلاو يا حلوين، كيفكم؟ ان شاء الله بخير. ان شاء الله كي تجتمعوا احنا ناس حبايبكم مثل ما انتم شايفين. شباب كثير متحمس اليوم. طبعا شباب الفيديو اللي فات شباب ما عرفت كثير منكم شافوا بتنامك الصغير، روحوا شوفوا الفيديو اللي نزلته لهم يا منو شو حبايبنا سوليد زنجد. شباب مثل ما انتم شايفين شباب متجر التخفيضات، واخيرا نزل شباب السكنين، واخيرا ليديز زنجد. طبعا حبايبي الكرام انا كثير متحمس اوكي، بس قبل ما تضغط على تجرب حظك لا تنسونا، الله يرضى عليكم، لا تنسوا تصلوا على حبيب محمد عليه الصلاه والسلام يا احلى الناس، ولا تنسوا من اللايكات والاشتراك وكل شيء، ومش مش على الدرجات زريك معلم وحبيب. والله شباب ندخل في الموضوع مباشره اوكي، لوز اللوز ليتس جو، جرب الحظ ليتس جو، خلينا نشوف. وقف شباب وقف، ويلي 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 شباب، يلا توقيف، نعمل توقيف معلم، نعمل توقيف ولا ما نعمل توقيف حبيبي؟ والله ويلي 150. ايش الحظ البيت شباب؟ ايش الحظ البيت؟ شو اوكي شو هذا؟ شو الاشياء؟ عن جد حظ بيت شباب. بس اوكي خلينا نشوف شو في المجموعة المتجر، خلينا نكتشف مع بعض شباب. عندنا هون تبعت التوكن قرش، هذا بالنسبة لي ما يلزمني شباب. عندنا هذا كمان حلو بشكل حلو. هذول اهم شيء شباب، هذول اهم شيء يا اساطير. شو في كمان ثاني؟ هذا نشوف نشوف حبايبنا شو في عندنا هون. عندنا شخصية سكايلر وعندي هنا مملوكة. والله الصراحة حبايبي يعني جد شيء كثير حلو. عندنا هون تبعت رقصة لا كازا دي بابيل، شي لوز اللوز. اوكي نعمل تبديل شباب، نشوف الشيء شو موجود على اليمين. اوكي شو رايكم؟ ليتس جو. اوكي عندنا هون شباب 10 بطاقات تغيير اسم، حلو. عندنا بطاقات حاضنة، عندنا رومات، وعندنا هالسكين شباب، السكين ال شو اسمه؟ حزمة الفارس الشجاع حبيبي والله معلم، شي لوز اللوز. شو نشوف شيء ثاني؟ شو في كمان تحت؟ عنا بطاقات الدايموند ورقصة الحب انت قلبي وكرونة. طبعا شباب كاتبين عندي انه كله مكتوب يعني ما انت مملوك تمام. طبعا فيه اكيد فيه الفاير باس هذا شباب تمام حبايبي، انا عندي فاير باس اوكي. بس ثواني في شيء ناقص غريبة، انه ما في باجات شباب، ما اعرف والله لاحظتوا ولا ما لاحظتوا معي باجات ما في. اوكي سوري اذا جاتنا حبايبنا، خلينا نحرق قبل المتجر اوكي. اول شيء شباب طبعا راح نبلش نجيب اهم شيء بطاقات الحاضنه، هذا يعني شباب بدون نقاش اوكي، هذا يعني مثل كل مره شباب يعني حبيبي والله. خلينا نجيب دراكو اللهب الاخضر، خلينا نجيب هذا كمان شباب يلزمني كمان، خلينا نفتحهم هيك مباشره شباب، لانه انا صراحه عندي شو كان طويل لسه عمالي مطوره اوكي لحد الان شباب. خلينا نشوف شو في كمان عندنا هون، نجيب بطاقات هاي طبعا. طبعا شباب اوه لا وقف، لازم نشحن جوار شباب، انت مانو لازم الجوار نشحنهم حبايبي. ويلي 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 وقفوا يا اساطير، نجيب حط الاي دي هون يا حبايبنا. الاي طبعا لازم يكون طالع هون، اعمل هيك اعمل هيك تك تك، شحن الجوار يا اساطير. طبعا شباب الصراحه هذا المتجر يعني فيه اشياء كثير حلوه اوكي، هذا بالنسبه الي هذا هو المتجر اللي بنعرفه حبايبنا الكرام اوكي. خلينا نشوف هون وهيك، خلينا نشحن الجوار حبايبي، هيك بيكون شحن الجوار تم. شحن الجوار شباب كمان تقريبا من شوي 2000 يعني 2000 شحن يعني تقريبا كمان 2000 تقريبا يعني تقريبا خلينا نقول 7000 جوهرة اوكي، تقريبا 7000 جوهرة اوكي. ليز انجتب خلينا نكمل شاب. اوكي خلينا نرجع نشتري دراجون لهب هذا كمان، بس لا راح نصبر شوي عليه هذا حبايبي تمام، راح نشتري البطاقات هذول، كل شيء بطاقات راح نجيب شباب. انا يعني بالنسبه للاشياء الثانيه كل شيء بطاقات راح نجيب. بالنسبه لشخصيه كرون هاي ما تلزمنا، عندنا اياها هذا كله عندنا حبايبنا. هون عندنا اخذنا كل شيء موجود هون، الشيء فيري نايس حلو. دراجون لهب الازرق، هذا التوكن لا وقف لهب الاخضر، هذا الازرق. والله كنت اوب 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 والله كنت راح اخربط شباب، كنت راح اشتري هذا شباب والله منيح منيح والله شباب. لا تاخذون شوي الفتره الاخيره شوي تعبان حبايبنا، كثير منكم بيعرف ليش حبي والله اوكي، ولكن الحمد لله على كل شيء. يلا ركز نجيب اول شيء السكن، نجيب السكن ليديز اند جنتلمان، السكن الرئيسي صراحه شيء لو اسمح لي. خلينا نعمل هيك، راح نعمل له تزويد اوكي، بعد شوي راح نرجع ونجربه باذن الله تعالى. طبعا هي الكاتانا عندي اياها شباب، ما اعرف ليش مو عاطيني يعني هيك انه ما عندي اياها، هي عندي اياها انا بعرف عندي اياها بس غريبه، الظاهر في لاج باللعبه. عندنا هون تبعت القرش تمام تمام، اسلحه اوكي هون. هون في بطاقات حاضنه شباب نجيب ابوهم، ونجيب هي بطاقات الدايموند تبعت الويبن، وشو في كمان هون عندنا؟ عندنا هي كمان ما جبناها، خلينا نحرق ابوه ونجيبه. وين؟ ما بقى عندنا جواهر شباب، وين؟ ما بقى عندنا جواهر. بس لا والله شباب منيح انه منيح انه لا وقف وات وات
لك وين راحوا هذول شباب دخيل الله كيف هيك اختفوا؟ ويلي 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 اوكي راح نجيب ال ما لحق نجيب السكين شيت مان راح نجيب نشحن جوال شباب عشان نجيب السكين ليديز اند جنتلمان ثواني شوي معلم ضروري اوكي شباب الحلوين بس نشحن الجوار حبايبنا تك تك اوكي شباب تاوس كمان 7000 جوهره تقريبا تقريبا كلفنا هذا المتجر والله اكثر يعني ما اعرف شباب ما اعرف كم كلفنا يعني اكثر من 3000 جوهره هيك شايف والله 7000 يمكن 10000 جوهره شباب حرقت ابو المتجر تقريبا كلفنا 10000 جوهره شباب خلينا نقول 10000 جوهره شباب اوكي نجي لهون نشتري هذا الحبيبي والله هي بيكون حصل على سكين البنت كمان شباب رح نجربه ان شاء الله بعد شوي كمان اوكي هيك بيكون جبنا اهم الاشياء ثواني بس حبايبنا حابب اتاكد من شيء طبعا شباب اللي بدكم تشوف هذا الرابط موجود يعني اول ما تدخل على اللعبه موجود حبايبنا هذا السكين الجديد حبيبي والله شيء لوز اللوز خلونا ندخل على الاسلحه شباب رح نطور شوي الشوت جان هذا تمام خلينا نطلع شوي انا حبيت يعني ما حبيت اطوره اول مره حبيت يعني نطوره شوي شوي حبايبنا اوكي خلينا نروح نشتري الصناديق الباقيه دراجو الذهب الاخضر بالمتجر الغامض شباب اوكي دراجو الاخضر دراكو برا هذا السام دراكو وينه يا جميل وينه حبيبي دراكو انياب التنين مقياس التنين انياب التنين هذا شو هذا هذا وي اوكي 160 حلو ليش لا ما في مشكله الاخضر طبعا هنا ما في شيء عندنا شباب عندهم بطاقات تغيير اسم والرومات راح نشوف بعد شباب خلينا نشتري 10 رومات خلينا نشتري 10 رومات شباب ان شاء الله ندخل بالشركه شباب ما نشتري هالرومات شباب خلينا نشتري شغلات يلا نشتري 1000 جوهره رومات حبيبي هاي جبنا 24 هيك جبنا 24 روم اوكي شباب لن اعتقد هذا هو الشباب بالنسبه للمتجر الاشياء المهمه شباب طبعا باقي هي ما اخذناها وشو هيك بس نشوف كم اعطينا كم قط لسبتمبر معلم حبيبي والله وال كم باقي ولدك ما كفوا جوار شباب قلت لكم انا 10000 جوهره شباب والله يعني يعني وقف معلم هاي نجيب هذا معلم يعني صدقوني شباب اكثر من يعني ما اعرف 10000 جوهره شباب والله ما بعرف يعني خلينا راح نقول 10000 جوهره شباب راح نقول 10000 جوهره عرضنا المتجر غابت ب 10000 جوهره اوكي شباب الان يا حلوين ندخل نشوف السكين هذا اوكي طبعا شباب نشوف البطاقات اللي عندي هون هون عندي هون صار 300 بطاقه شباب 300 بطاقه صار عندي حبايبي 300 بطاقه صار عندهم شباب انا يعني مهمات البطاقات شباب يعني نخليهم على جنب رح نستعمل هون صار عندي 100 بطاقه بالنسبه لبطاقات الحاضنه حبيبي والله هون عندنا 62 اتس كول راح نحرقهم ان شاء الله بعد يومين اوكي اكيد راح تنزل حاضنه جديده شباب لوزلوس طبعا الفيديو الحاضنه هي شباب الشينوبي موجود في فيديو بالقناه روحوا شوفوه كمان اللي ما شافوه وفيديو هذا شباب نزلت لكم اياه اليوم يا شباب من شوي كمان اذا ما شفتوه روحوا شوفوه شباب وهذا كمان نفس الشيء يا اساطير اوكي الان راح ندخل تدريب شباب نشوف وضع هذا السكين صراحه شباب شي لوز معلم التمانو اوكي حبايبي بالنسبه لهذا السكين يا اساطير طبعا باين عليه شباب السكين هيك يعني شغل يعني ما اعرف يشبه هيك سكنات يعني ما اعرف شو يشبه السكين يعني اكيد مصدره يعني يشبه يعني سكنات يعني ما اعرف والله الصراحه ما اعرف شباب هون في هيك مثل مسابح ولا جنزير ولا والله ما يفهم اي شيء منه خلينا ندخل شباب نشوف ما نطول عليكم حبايبنا ناخذ هيك ونشوف كيف شكله شوف مجرب السكين طبعا هون حذاء يعني باين عليه سكين عربي مو عربي وفارسي ولا مو فارسي شباب ما اعرف اكتبوا لنا بالتعليقات شباب شو السكين يشبه طبعا شباب الفترة الأخيرة بتعرفوا الوضع مش لوز اللوز اوكي الايم عادي شوي خربان شباب ما عم نلعب كثير شباب الفترة الأخيرة لهيك شباب حبيبي والله بلا حولك لا والله شباب مهارتنا ساعتها ما بعرف إذا كان في مهارة أصلا حبيبي والله اوكي تعال 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 يا وسخ يا وسخ شو معه السلاح هذا هذا السحر الجديد يخرب بيت سنتك ابلع ولو ابلع يا زلمه ايش هاد اوكي شباب خلينا نطلع ما بدنا نطول عليكم اكثر من هيك يا صديقي خلينا نطلع نروح نشوف الجرب سكيل البنت شباب
طبعاً البنات طبعاً يا حبايبنا لما يكون في سكنات بنات عشان البنات كمان عنا كتير من المتابعات يعني بعدين يزعلوا حبيب والله. أوكي ندخل على الشخصية نحط شخصية وين شخصية كيلي شباب بالعادة بحط شخصية كيلي أنا. أوكي هاي شخصية كيلي نجي لهون نفتحها هذا هو شاب السكين يعني شكله شكل عربي يعني هيك مثل السكينات يعني صراحة بالنسبة لسكين البنت شباب الشيء الحلو كمان شايفين شيء حلو فيه شباب شوفوا هنا عندها شايفين هنا عندها عينين شو اسمها الفارسة البارعة حلو حلو اتس كول حلو والله شيء مرتب الصراحة بالنسبة كسكين بنت ندخل نجربوا شباب ونفرجي البنات كمان شباب يعني شباب بنات كثير من البنات بيلعبوا شخصية شباب وكثير من البنات بيلعبوا شباب بيلعبوا شخصية بنات قلت الصح ولا لا حبيبي والله اوكي نعمل لكم شوية زوم يا ستير تمانو يا بوي هذا بالنسبة لسكين البنت حبايبي اتس كول اتس كول حلو ماشي بوشي شباب يعني الصراحة يعني بهالسكنات الجديدة شباب وبنات تمام اشكال يعني في لاحظنا الفترة الأخيرة انه الديزاين تبع السكنات والستايل فيه شوي تغير حبايبنا ما اعرف اذا لاحظتوا هذا الشيء شباب لانه اغلب الاوقات السكنات اللي بتنزل شوي مختلف يعني قريبه على بعض بس ولكن الان شباب يعني التم كله مع بعضه معلم في الديزاينر معلم حبيبي والله يا سلام هوبا يا وسخ لبي كان تعبان اوكي يلا نشوف حبايبي تعالوا يا جميل تعالوا دبلو 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 على لوبي بلو والله شحن هذا حدا بالسكن والله شباب يعني دائما بقول لازم اتعود العب شخصيه بنات بس حبيبي والله طب يا اساطير شباب ان شاء الله اول ما نفتح بس مباشر حبايبنا رح نعمل باذن الله تعالى هنعمل هيك شباب لكن كل اللي بيعرف السبب ان شاء الله اول ما نرجع نفتح البنوج على البثوث مباشرة على الفيسبوك شباب راح نعمل لكم باذن الله تعالى شباب مسابقه اسطوريه لوز اللوز اوكي حبايبي لا تاخذوني شوي هيك تعبان ماشي نطلع من هون حبايبنا نشوف شو في كمان جديد ما شفناه اوكي يعني بالنسبه عشان نفرجيكم شباب هون متجر غامض نزل تمام فيو الفاير باس اكيد اغلبكم شباب ما كان مو شاحن الفاير باس ليك حبايبنا لا تشحن فاير باس اصبر معلم طبعا باقي هذا يعني المتجر بيخلص يعني 28 شهر يعني باقي يعني سفي باقي شهر راح يطلع فوق كم باقي يعني في تقريبا 10 ايام حبايبنا اوكي ايزي لحد يشحن جاد شباب منتظركم على البث مباشره ان شاء الله بالايام الجايه شباب راح نفتح البث راح نقول لكم الوقت بستوريات على الانستغرام وعلى الفيسبوك بنفس الوقت حبايبنا بالنسبه للانستغرام حبايبنا هذا هو الانستغرام تبعنا شباب اوكي عليكو اف اف ولا تنسوا شباب القناه الثانيه الله يسعدكم شباب ان شاء الله راح نرجع ننزل لكم مقاطع اسطوريه على القناه الثانيه حبايبنا هيك بيكون تمام مقطع اليوم يا حلوين نشوفكم على خير نشوفكم مقاطع جديده ونشوفكم ان شاء الله بالوسوس الايام الجاي السباقات الاسطوريه على الفاير باس راح تكون وش راح تكون في مسابقه اسطوريه على الفاير باس باذن الله على الفاير باس بات. اوكي شيء اكيد فعاليات وبنفس الوقت حبايبنا راح نعمل لكم مسابقه حرق المتجر لاحد المتابعين اوكي حبايبنا الكرام نشوفكم على خير حظنا بيض مثل ما انتم شايفين نسبة 58 اتس اوكي كول بس اتس حبيبي والله اوكي بشوفكم على خير تصبحوا على خير سلامات